الخبر أعلن اتحاد الكرة المصري اعتماد للأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بعد مناقشات مع المدير الفني الجديد للاتحاد كابتن علاء نبيل، وجاء تشغيل أو جاء تشكيل الجهاز الفني للمنتخبات كالآتي: منتخب مصر للشباب مواليد 2005 المدير الفني كما هو كابتن وائل رياض، والمدرب العام أيضا كابتن علاء عبده كما هو، ومدرب أحمد رؤوف بقى ده التغيير، ومدرب حراس مرمى كابتن أيمن طاهر. كمان منتخب مصر الناشئين مواليد 2007 المدير الفني كابتن أسامة نبيه، وكل التوفيق ليه طبعا من الكوادر التدريبية الكبيرة. المدرب العام كابتن شريف عفضيل أيضا من أبناء النادي الأهلي وكفاءة كبيرة، مدرب محمد عمر النور، ومدرب حراس مرمى إبراهيم عبد الجواد. منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 المدير الفني كابتن احمد الكاس، المدرب العام كابتن محمد ابراهيم، مدرب كابتن رامي عادل اللي كان مع كابتن وائل رياض شيتوس تم برضه ان هو تغير منتخبه، ومدرب حراس مرمى كابتن احمد فوزي كل التوفيق ليه احد ابناء النادي الاهلي ايضا. منتخب مصر الناشئين مواليد 2009 المدير الفني كابتن حسين عبد اللطيف، المدرب العام كابتن عبد الستار صبري، مدرب كريم ايمن، ومدرب حراس مرمى كابتن امير عبد الحميد. يمكن في تعديلات كانت غريبه شويه، يعني مثلا الجهاز الفني 2005 زي ما قلت لحضراتكم كان فيه كابتن وائل رياض وكابتن علاء عبده وكابتن رامي عادل، فجاه كابتن رامي عادل انتقل لمنتخب 2008 وكابتن احمد رؤوف اتبدل مكانه وراح 2005. مش عارف ايه المبرر الفني الحقيقه يعني، واتحاد الكوره لم يعلن اي تفاصيل، وهل دي اختيارات كابتن علاء نبيل وكابتن اسامه وكابتن محمد يوسف ولا دي اختيارات الاتحاد. كمان منتخب 2007 كان المفروض هيتولى تدريبه كابتن حسين عبد اللطيف، فجاه بقى هو المدير الفني لمنتخب 2009، وكمان تم الاعلان عن تعيين كابتن اسامه نبيه مدير فني ل 2007. الحقيقه دي كلها مفاجات، هل دي قرارات كابتن علاء نبيل ولا دي قرارات اتحاد الكره؟ في النهايه تم اعتماد التشكيلات واعلانها، وبنتمنى التوفيق لكل المنتخبات الوطنيه الحقيقه يعني، لكن المشكله دايما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اداريه وتطوير المدرب. احنا عندنا كفاءات ومدربين واسماء كبيره جدا في مصر، وعندنا ناس تستحق الفرصه كتير جدا، وعندنا ناس المفروض يتم اعدادهم ككوادر تدريبيه بعد كده. ده كله شغل المدير الفني للاتحاد، لازم يبقى فيه بصمه واضحه، وهم دلوقتي الموجودين اسمين كبار سواء كابتن علاء نبيل او كابتن محمد يوسف، اسمين كبار جدا في عالم التدريب، الاثنين سيفيهات قويه جدا، الاثنين مرنوا اكبر الفرق في مصر. يعني كابتن محمد يوسف واخد مع الاهلي بطوله افريقيا، كابتن علاء نبيل درب منتخب مصر وواخد مع منتخب مصر مع مساعد للجوهري طبعا مع كابتن محمود الجوهري مع 98 في بطوله امم افريقيا كان مساعد ليه. فاسمين كبار جدا، اسمين ليهم تاريخ في الكره المصريه، منتظرين منهم كتير جدا في المنصب ده لتطوير المدرب المصري والمنتخبات المصريه. احنا عندنا الفتره اللي فاتت المنتخبات المصريه كانت في اسوء حالتها، انا بتكلم في منتهى الحقيقه. الكابتن محمود جابر مثلا منتخبه ما كسبش ولا ماتش، وفي محترف من ابرز المحترفين في اوروبا ده بلال مظهر، ده واحد هداف للتشامبيونز ليج في سنه. كل المنتخبات الثانيه نفس الكلام، احنا قدام نموذج غريب جدا لمنتخبات فيها اسماء معروفه للناس وفي نفس الوقت ما فيش نتائج، بما فيهم المنتخب الاول بالمناسبه والمنتخب الاولمبي اللي بنتمنى لهم بقى ان يعني نفوق ونرجع زي ما كنا. احنا اسمنا كبير قوي في افريقيا، اسمنا اكبر منتخب في افريقيا، اكتر منتخب حاصل على بطوله الامم الافريقيه. عيب ان ما يبقاش فيه تطوير احنا ناس سبقتنا ما كناش بنسمع عنها او ما كناش نعرف اساسا ان دي منتخبات كوره، ونقول لهم برافو الحقيقه احنا مش زعلانين من ده حصل، بس احنا المهم احنا بقى نشوف احنا واقفين فين ونكمل. يعني انا فرحان جدا باكتر من منتخب طلعوا بشكل محترف وبقى ليهم شكل وبقى ليهم شخصيه وهويه وكل حاجه. احنا بقى منتخب مصر اللي هو الهويه الاقدم والاسم الاكبر في افريقيا، وليه شخص كان اسم منتخب مصر ده الفراعنه ده كان اسم اي منتخب يخاف يقابلك يعني، ده لازم يرجع، لازم يرجع شخصيه منتخب مصر، لازم يبقى المنتخب مؤهل دايما ان هو ياخد بطوله امم افريقيا في اي وقت تتلعب فيه البطوله بقى. يعني مهمه صعبه، لكن احنا بنتمنى التوفيق طبعا الكابتن حسام حسن وكابتن علاء نبيل وكل الناس اللي موجوده، بنتمنى لهم كلهم التوفيق، ونتمنى نشوف حاجة مختلفة الفترة اللي جاية، نتمنى اللي يلاقوا الدعم إداريا. المشكلة الإدارية كبيرة، كبيرة جدا، دي اللي احنا عايزين دعم فيها كبير جدا جدا جدا. احنا عندنا مواهب إدارية كتير جدا، لازم برضه هي كمان تاخد فرصة زي ما المدربين هياخدوا فرص.